مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مره اخرى. كنتواجدوا في حد السوالم في ملف القمه في الغرابه، قصه حاليا غنقول المرحومه الهام اللي كتقلب عليها العائله ديالها. الهام شابه لها طموح، عاشت في المغرب، ربطت علاقه بهولندي، في هولندا انتقلت عنده لهولندا، تزوجت به، عندها معاه ولد. لحظة من اللحظات في 2010 غادي تختفى إلهام. الأسباب والمسببات تتعلق بجريمة قتل، تقطيع، تشويه، القمة في البشاعة. العائلة ديالها تبحث عن إلهام، في الأخير تصطدم بواقع مر. الغريب أن الهولندي اللي ارتكب هذا الجرم كاين في المغرب. تبعوا معايا أختي، غادي تعاودي اختي المرحومه، غادي تعاودي ليا كيفاش هي تلاقات مع الهولندي، كيفاش مشات لهولندا، كيفاش عاشت وحنا غادي. تفضلي. السلام عليكم، انا الاخت ديال الهام بن الشلح. الهام شنقول لك اخويا، الهام انسانه طيبه، انسانه خلوقه، انسانه غير كتضحك، ما عندهاش اعداء، ما كتعرفش شي حاجه خايبه، ما كتعرفش تصرف شي تصرف خايب، فمها غير شي حاجه زوينه. الا كنتي كاعي تفرحك. اختي الهام هذا الانسان كيفاش تعرفت عليه؟ هي كانت عندها علاقه مع واحد الصاحبه ديالها هنا في المغرب. هاد صاحبتها سهل عليها الله مشات تزوجات بواحد تما كاين. من بعد اتصلت بها قالت لها واش تبغي تزوجي؟ راه واحد الانسان راه باغي يتزوج صاحب الزوج ديالي. قالت لها اختي علاش لا، الا كان معقول وهذا، وشرطت عليها انه يجي ويسلم صافي. قالتها عليه، بداو في الاجراءات ديال الوراق ديالهم، صيفط ليها شنو خصها تجمع، صيفطت ليه فهمتي داكشي اللي كطلب مسائل ديال الزواج. صافي جاو تزوجوا على سنة الله ورسوله، دوزوا خطبه هنا في المغرب، دوزوا داك النهير هنايا في المغرب. صافي داها مشات عاشت معاه تما، استقرت معاه لمده 4 سنين، عاد ولدت معاه هاد الوليد. حنا ما كناش كنعرفوا شي خلافات بينها وبينه. شحال عام هادشي؟ عام 2004 2004 2003 2004 تقريبا، بحال هكا. يعني ما كانش خلافات في الاول، يعني كانت العلاقه هما ما تزوجش لشي علاقه حب ولا معرفه قديمه ولا كانت شي صداقه ولا لا، ابدا ما كان حتى شي اتصال ديال التليفون بيناتهم. ما كانش كانت خدامه هنايا في المغرب، كانت خدامه، كانت خدامه فهادشي ديال الكونفيكسيون خياط. صافي داها تزوجت به، داها عاشت معاه تما كاينه، كيجيو هنا للمغرب زوج مع الزوجه ديالو، كيفرح بينا ملي كيجي، كيضحك، كيجلس وسمنا، كيتصرف عادي، كياكل عادي، كيعجبو الطياب ديال المغرب، ومهم كان انسان عادي. يعني هو ماشي ايراني كما صرحتو في احدى المنابر. لا ماشي ايراني، هو هولندي. هو هولندي، هذاك غير خطا انني خرجت ليا من فم ديالي انا بدون شعور. الايراني راه هو الصاحب ديالو اللي كان الزوج ديال صاحبتها، هذاك هو الايراني، اما هو هولندي. صافي تزوجت به، قلت لك جيو عادي، كيمشيو عادي. مؤخرا بداو خلافات شي حاجه بسيطه، يعني كتقول لك الالفاظ ديالو تبدلات، العلاقه ديالو تبدلات معايا، ولا كيهضر بطريقه ماشي هذيك، ولا كيتصرف معايا بطريقه ماشي هذيك. وحاجه اخرى انا ما قلتهاش، انا مع قوه الضغوطات وداك الشيء، واصلا انا مريضه، والوالده هي مرضتني انا، الام ديالي اللي مريضه دابا حاليا، اللي مسكينه معذبين معها حنا الخوت كاملين صراحه الله. هي انه كان داير كونط مشترك، كانت هي خدمات. بغيت يعني نوضح هذه المساله للناس المشاهدين، انهم تيقولوا الطماع وتيقولوا بزاف د الحوايج قالوها، وهي انها هي خدمات، كان كيستولى على الفلوس ديالها. ملي ناضت بغات تحيد ديك الورقه اللي كانت بينه وبينها، وقالت ليه بزاف يعني، وكان لا روتريت ما بغاش. شحال ديال الفرق بينها هي وهي في العمر؟ هو عنده 48 وهي زيده في، هو زيد في 48 وهي زيده في 73، الفرق بيناتهم 36 هكاك ولا تقريبا. صافي ما بقاتش العلاقه مزيانه، صافي طلبت منه الطلاق،
ولا كيخبط عليها البيبان، ولا كيتصرف معها تصرف ماشي هو هذاك، ولات الالفاظ ديالو بزاف مسكينه يعني تاثرات بزاف. صافي هي هذيك طلبت منه الطلاق، بقاو في دار وحده، دارت محامي في القضيه ديال الطلاق ديالها باش تتم الاجراءات يعني حبيه بينها وبينه. صافي حتى تفاجؤوا بهذه الفاجعه ديال القتل ديالها. انت عرفتوا نتوما بانه هي مقتوله؟ حنا عرفناها في هذاك بالضبط هذاك الشهر، هذاك الشهر نهار 10 في شهر 1 2010. وبلا تقتلات عرفوها هما ملي قالوها صافي، يعني ملي كيلقاو الدم وتلقاو كيبحثوا هما في الكاميرا ديالهم ديال المراقبه ديال الطرقان وديال هو ديك الساعه ملي عرفتوا نتوما هادشي وتشد ولا شنو اللي وقع؟ انا نمشي معاك من هذا 2010، يعني حنا الاخت ما تندويش على التشد ديال دابا، انا غنجي لهذا الموضوع الا سمحتي لي مشاهدينا الكرام باش نتعمق اكثر في الموضوع في الاخير، غادي نعطي معطيات اخرى مهمه في الموضوع. انا كنتاخذ معاك اللي عارفه انت، لانه هذه القضيه خرجت للراي العام، تبعها الناس، من المفروض علينا انه تنوير الراي العام في الامور اللي هي اكيده. انا كنتكلم معاك في 2010، 2010 سقطوا الاخبار بلا تقتلات، غادي تهضري معايا شنو وقع ليه هو، تشد في هولندا، شنو الاجراءات اللي داروا، صافي؟ عاد من بعد غادي تعطيني المعطيات بلا كتكتشفوا راه كاين في المغرب، صافي؟ يلا المهم 2010 اكتشفنا بان الاخت ديالي كيقول هو اختفت، هو على اللسان ديالو تقول انها خرجت، يعني هو ديك المده اللي هي كيقول هو خرجت ما ديكلاراش في ديك 3 ايام، النهار الاول ولا النهار الثاني ولا النهار الثالث، يعني خلاتها النهار الرابع لحد دار الجريمه ديالو بالليل، لان لحد مقاطعه الهضره ديالنا معاه بالحد بالليل في العشيه. 2 كنصونيو ما كتجاوبش، 3 دايره مع صحاباتها انها بغات تجيب لنا في واحد الحفل ديال بنت الصحبه ديالها، ما مشاتش، وهي عندها الا قالت لك غنجي غنجي، ما غنجيش ما غنجيش. 3 دوزو هما مساكن داك الحفل، كيعيطوا في التليفون تليفونها ما كتجاوبش، كيقولوا راه عندها شي غرض ولا الله اعلم، يعني حتى هما ما عرفوا حتى شي حاجه. الاربعه كيمشيو لعندها للدار، كيعيطوا لها في التليفون ما كتجاوبش، مشاو عندها للدار، حنا كنعيطوا ما كتجاوبش. عيطوا لينا الصحابات ديالها قالوا لماما مي حبيبه واش الهام اتصلت بك قالت لك غتمشي شي بلاصه ولا هذا؟ قالت لها لا بنيتي راه حنا من نهار لحد ما بقينا سمعنا الصوت ديالها، راه كنصونيو ليها راه والو. صافي مشاو هذيك الساعه شكوا صحاباتها اللي برا، صحاباتها اللي برا حتى هما مغربيات، مشاو عند البوليس ديكلارا وقالوا راه ان هاد الاخت الهام بن الشلح راه كاينه كاينه كاين، راه الدار ديالها ما كتصون ما كيصونش التليفون، وما كاين لا راجلها لا هي، التليفونات ديالهم طافيين. نهار الخميس مشى هو ديكلارا، لقى ان قبل بنهار صحاباتها مشاو ديكلارا، قال لهم انا راه خرجت وما عرفتش فين مشات. صافي تما البوليس بدا كيشك، تشد هو تما اعتقلوه تما اياه، شنو اللي وقع ملي تشد؟ تشد 9 شهور، 9 شهور شدوه تما، بقاو كيبحثوا هذا، لقاو بانه دخلوا للانترنت عنده البيسي ديالو في الدار، لقاو بانه دوموندي ماطلا، انا صيفطوا لنا واحد السيدي راه ما بقاوش عندنا السيديات، كانت الام ديالي مسكينه كانت هي واقفه على القضيه الساعه ملي مرضات وداك الشيء ما عرفناش فين دارت. لقاو دوموندي ماطلا ديال الفريش، لقاوه في الكاميرات ديال المراقبه ديال الطرقان، بقاو تابعين فين مشاو كيفاش دخل السوبر مارشي وخدا منشار كهربائي وخدا اكياس بلاستيكيه، مهم دوك الاغراض اللي يحتاجها باش انه يدير الجريمه ديالو. صافي احتقلو بحثوه وداك الشيء، وخرج هو دوز 9 شهور الحبس بلا ما يتحكم. لا بلا ما يتحكم، خرج في حاله صلاح، حاله صلاح. هما تخرجوه قالوا ليه انت ما تخرجش ما تمشي لتا شي بلاصه، هادي ما كيقولوا لنا حنا البوليس ديال هولندا، قال لك يعني هما عطاو الامر ما يخرجش، يبقى في التحقيق. ملي بغاوه اتصلوا بيه ما تيجاوبش، مشاو للدار كيلقاو الدار مطرقه، تما كاين ما عرفوش فين مشى، ما بالك حنا تنكتشفوا انه كاين في المغرب. باش عرفناه انه صيفط رساله داك استدعاء للدار من فاس، جاتنا استدعاء بالطلاق ديال الاخت ديالي. اش من عام في 2012،
2012 و 2011 علاش جات هاد الاستدعاء؟ علاش واخا 2011 2012 علاش جات هاد الاستدعاء في نظرك؟ طلق الاخت ديالي. علاش باش يتزوج عاوتاني ولا كيفاش؟ باش ياخذ البراءه ديالو، باش هنا المغرب زعما يستدعيها بالطلاق، ها هي ما كايناش، ها صافي طلقها. هذا تحليل، هذا تحليل. 2012 في 2012 نتوما عرفتوا بانه كاين في المغرب، شنو درتوا نتوما؟ الام ديالي ملي جات الاستدعاء دارت محامي باش تعرف اشنو هذا الشيء، يعني احنا ما عرفناش راه هو كان في فاس، يعني كيفاش جات الاستدعاء من فاس ما فهمنا والو. حتى كانت ماما ملي دارت المحامي جابوه من حولوا الملف ديالو من فاس جاب هنا لكازا، حضرات هي وياه. تتفاجأ ماما بيه انه هذا حضرات هي وياه، خداو الاقوال ديالها عطاتهم السي دي مع كلشي، كنا موجدين ليها كلشي كان عندنا، كلشي كتديه معاها صافي. ديك الساعه داوه للحبس في فاس، شدوه 2012 يتشدوا في 2012 شدوه مده قليله صافي، وطلقوا حيدوا ليه الوراق طلقوه تما صافي بقى مستقر. علاش طلقوه؟ شرح لي المعلومات. ما عرفناش. المحامي ديالكم شنو تيقول لكم في هادشي؟ المحامي كان مع الوالده، كان التواصل الام ديالي معاه، كان كلشي هي اللي واقفه كتقول لنا ايه حتى واحد ما يدير شي حاجه. انا اللي دابا الوالده ديالك هي مع الاستاذ مع المحامي وكتناقش معاه في عمق القانون، مستجدات الحديثه في الموضوع، ولكن نتوما خواتات المرحومه كتفهموا فين وصلت الامور. شنو كيقول لكم هذا المحامي؟ شنو تيقول الام ديالك؟ انت تعتقل في شهر 12، شنو دار؟ علاقه الملف بهولندا؟ غير حول الملف ديالها صافي، ما بقاتش العلاقه، ما بقاش يعني ما بقاتش ماما دايره المحامي، غير هي دارته عيل باش يجيب ليها هذا هنايا، ما تمشيش لفاس الملف ديالها ديالو صافي. مهم من تما كاين اخويا ما بقينا عرفنا، يعني حضرت معاه شي جلسات ثلاثه حتى لاربعه. ما درتوش نتوما شكايه اخرى في الموضوع؟ ما درنا ما درناها. كاينه شكايه في 2015 دارتها الام ديالي، والو حتى شي حاجه ما توصلنا بها صافي. ملي مرضات الام ديالي موراها هاد انايا بديت كنقلب وبديت كنسول، درت شكايه، طلعت للرباط لوزاره العدل، مشيت عند دفعت شكايه للوكيل. مهم بقيت بحال هكا، بقيت مع التواصل مع الشرطه، انا كنشكرهم بزاف. شنقول لك اخويا؟ لا اله الا الله. المهم ما بقيناش، قلت لك سمعنا، ما بقيناش كنعرفوا عليه حتى شي حاجه. احنا اللي عرفنا انه راه كاين في المغرب وتحيدوا ليه الوراق ديالو. احدى التصريحات ديالك في نابر قلتي بلا تزوج، منين جبتي هذا الكلام وما الدليل؟ لا جبتي هاد تزوج السيده هي اللي قالتها لينا، اللي مشينا احنا من احنا باش عرفناه تزوج. حتى مشينا نجيبوا الابن ملي اعتقلوه في هذا الشهر 12، مشينا نجيبوا الابن، حتى كتقول لنا السيده انا كنت مزوجه به. عندها شي ولاد؟ ما عندها معاه حتى شي واحد، واصلا ما كانت مزوجه به. هاد السيده اللي كانت تزوجات به في الظرفيه دي ملي هرب هو جا للمغرب، شنو المعلومات اللي عطاتكم عليه؟ شنو علاقته بالمرحومه؟ كيفاش داز هذاك الشيء؟ علاقته بالملف اللي متابع في هولندا؟ مجموعه من الاسئله في هذا الموضوع، هاد السر كيتعلق بها هي كزوجه ديالو، شنو قال ليها؟ ما دخلناش معاها في الموضوع. علاش؟ لانني انا هذيك اللحظه اللي هي كتقول انني تزوجت به اكتشفت بانها كتكذب. مزوجاش به، واش ما عمر تزوج. كنكتشف انها هي كانت غير بحال هي اللي بحال كيتخبى بها، هي ديك الدار انه ما كارهاش بالاسم ديالو، كارهه بالاسم ديالها. كانت بحال هي اللي اي حاجه كيديرها هي اللي بسميتها. حتى لهنا تتفاجئوا نتوما في شهر 11 اللي فات بلا تم الاعتقال ديالو. 11 ولا 12 بشويه تتاكدي، 11 سير اكده واخا 10 في شهر 12 2021 تم الاعتقال ديالو. كيفاش تعتقلوا؟ علاش تعتقل؟ على القتل ديال الالهام. لا تعتقل على كيفاش قلتي في احدى التصريحات بلا دخلت لانتربول على الخط، وشرحي لينا الراي العام خصو يستوعب. قالوا لنا بان لانتربول هما اللي دخلت على الخط. حتى لهنا ما بقيتو عارفين والو في القصه. مزيان، عندي سؤال مهم في الموضوع اذا كان ممكن.
الام ديالك مشات لهولندا داتها هولندا، القانون الدوله ديال هولندا داتها طال هولندا، علاش ما صلحتيش لي بهذا الامر هي والاخت ديالك والاخ ديالك؟ هذا الكلام ما قلتيهش لي، تفضلي شرحي لي. داوها في الاول في الاختفاء ديالها اللي تيقولوا هما انها كانت مختفيه وهذا، ولقاو الدم داوها في الاول على قبل لاديان باش يعرفوا الدم ديال اللي لقاو في الدار واش هو ديال الهام او لا. لا لقاو ديال الهام، جلست واحد المده قليله ماشي بزاف ورجعت. الاخ ديالي ما غيمشيو حتى 2019 ملي غيتصدر الحكم ديالو تما غيابي، هو كاين هنا في فاس عايش هنا في فاس، حكم غيابيا ب 15 سنه غيابيا في 2019 ب 15 سنه. هي ما قلتيهاش للرأي لا، انا شفت الفيديو ديالك باش نكون معك واضح، الفيديو ديالك اللي دوزتي مجموعه من المنابر، هناك مجموعه من النقط جوهريه في الموضوع ما شرتيش ليها، وبغيت نشير لها معك وغادي نختم في الاخير بهذ الامور. ما يهمنا هو تنوير الراي العام، لان يبقى سؤال جوهري في الموضوع في الاخير، لماذا الصمت ديالكم على الموضوع وتكلمتوا حتى 2022 بالضبط نهار 7/1 عدويتوا على الموضوع في نظرك انت؟ علاش كذب عليك الصمت في الموضوع؟ وهو اننا كنا تالفين ما عرفنا اشنو غادي نديروا. اللي فيقكم البارح باش دويتوا شرحي لي. فيقنا هذا الوليد، على ديك الوليد غنبقى معاه، غادي نختم في الموضوع انا بشكل مدقق في الموضوع. دريس عنده دابا 13 سنة تقريبا، واخا شنو اللي عاود لكم اللي عرفوا كيفاش كان يعيش مع الاب ديالو قبل ما يتعتق؟ واش مجوج؟ واش كان كيشوف مرا اخرى مع الاب؟ واش نتوما كا عائلته نتوما خوالاته وهذا غادي تكونوا خديتو مجموعه من المعطيات عند دريس وفق السن ديالو باش ما نحملوش فوق من الطاقه، لا زال طفلا صغير في 12 سنه، شنو المعلومات اللي قدرتوا تاخذوا من عنده؟ فين كان وكيفاش جاء؟ هذا هو السؤال الجوهري في الموضوع. من 9 شهور كيفاش تجى للمغرب وكيفاش عاش في المغرب؟ كان قال لك يعيش عادي مع الاب ديالو، الاب قال لك مالو غير في الدار كمبيوتر صافي. اش كيعيش؟ لا غتخي ديالو والله اعلم، يعني حتى الدري التقاعد ديال هولندا غتصيفطوا ليه للمغرب ولا كيفاش؟ هادشي اللي كان تيقول مجموعة من الامور غامضة، مجموعة الامور غامضة. يعني انا نكذب عليك لا غنقول لك شي حاجة غادي عين نكذب عليك في هذا الامر، انني حتى انا الدري ما قدرتش نطرح عليه شي اسئلة اللي غت ما عارفاش اشنو مسكين اشنو مخبي في الداخل ديالو، لربما يقدر هو دابا يهضر ويقول لكم اشنو كاينه. هو قال لك يعني كيتصرف معاه عادي، الضرب راه قال لك الا درت شي خطا كيضربني قاصح، قال لك هو قاصح في الضرب ديالو خايب، قال لك الضرب ديالو ملي كاينو اللي بغى يضربني ما كيرحمنيش. خدينا معك مجموعه معطيات، اعطيتيني واحد المجموعه ولكن مجموعه اخرى ممكن مش ما نحملكش فوق من الطاقه، ممكن تكوني ما كتعرفيهاش وممكن تكوني كتعرفيها وتبقى حقك انك تروي المعطيات اللي بغيتي. كنشكرك، انا غادي نختم من موراك في الموضوع، والا كان شي سؤال في هادشي اللي غنقول انا معاك. مرحبا مشاهدينا الكرام، كما تبعتوا معنا القصه ديال قاسم، قاسم اللي عنده حوالي 73 سنه كانت عنده علاقه مع إلام في 2004، في 2005 تزوج بها وانتقلت لهولندا في واحد القرية صغيرة جدا، هاد القرية فيها تقريبا 3000 ديال الساكنة. غادي نبدا بقاسم اللي هو اصله هولندي ماشي ايراني، تزاد في هولندا بالضبط في امستردام. اللي تنوي الرأي العام اكثر في الموضوع، قاسم يعتبر من الفئة النرجسية، سلطوي، له سوابق قضائية عدة في هولندا، عنده 3 ديال الزوجات، كل مرة كيتزوج وحدة وكيطلقها. المجموع العام هو 5 ديال البنات اللي عنده قبل من إلهام، طلقهم كاملين. عنده مجموعة من الملفات في هولندا كتعلق من غير إجرام، كتعلق بإجرام آخر خاص بالزوجات، يعنف الزوجات. هذوك 3 اللي دازوا معاه اللي عنده معاهم 5 ديال البنيات. تلاقى بإلهام تزوج بها، خدمات هي كانت خدمات في المجال ديال الحلاقة، كانت محبوبة عند الناس في هولندا ملي مشات، وهي اجتماعية
ارتبط بعلاقات زوجت به انتج عنه ابني وإدريس. كان يحب ويغار بشكل كبير على إلهام لدرجة تيمشي معه وكيجي معه. هي ما كانتش عندها السيارة وما كانتش كارسو، كان هو اللي كيسوق بها. العلاقة كثرت الضغوطات في إشكاليات أخرى فيها نوع من العنف كما دار مع الزوجات، وصل السيل الزوبع عند إلهام في الأواخر في شهر 10. إلهام في الأسبوع قبل الواقعة مشات لألمانيا، مشات لألمانيا عند أقرب الناس لها صديقات مقربات كتعود لهم في القصة، وجات لعنده من بعد ودوت معاه بالصدر رحب. حكات ليه بأنه صعيب عليها تعيش معاه، واتصلت بمحامي باش يبدا الإجراءات القانونية طبقا القانون ديال هولندا في التطليق. هو ما تقبلش هذا الأمر. بعد الأدلة تبتات من بعد شرط لي فيها طريقة نوع من التلميح، ولا تقدر تكون ما عندهاش معطيات بطبيعة الحال، أنه كاين واحد البي سي عندهم في الدار تخدم به هي وهو، يبحثوا بشتى الطرق عن طريقة الطريقة الإجرامية اللي غيتعامل بها مع إلهام إذا صح التعبير. بحث على أخطر المجرمين في أوروبا، كيفاش يقطعوا كيفاش يقتلوا كيفاش يدير. الشق الثاني مشى كيقلب على السم كيفاش يسممها، نوع لي برودوي يعني المواد اللي كتأدي لهادشي. النية الصادقة ديالها في مشادات في الحياة، هو كانت يعتبر نفسه بأنه جات لعنده تصوب على ظهره الوراق وصافي، وهو يغار بشكل كبير عليها. خرج بقرار في الأخير اللي هو القتل وتشويه الجثة، اللي الآن مازال ما تعرفتش الجثة فين دارها وفين كاينه وفين لايحة. فيما يخص 2010 قتلها، بقى من موراها 4 أيام عاد مشي عند الأمن باش يقول لهم فين هي الزوجة ديالي، ويقلب معاهم على الزوجة ديالو. وهذه الطريقة اللي دار خداها من مجرم خطير ومجرمة كذلك متخصصة كيفاش تقتل وكيفاش تمشي وتعيش مع الناس الجو، وتبين بأنك أنت تبحث عن الطرف اللي معك اللي هي الزوجة. هذه الطريقة اللي اشتغل بها. القانون ديال هولندا تصنطوا ليه من موراه، كان هو الاول في السباق انه ديكلارا ماشي صحاباتها. من بعد في اليوم الموالي كيمشيو صحاباته اللي كتحكي لهم المعاناه ديالها مع قاسم اللي هو هولندي. قدموا شكايه في الموضوع الشرطه او رجال القانون في هولندا، تعمقوا في البحث اكثر، انتقلوا مع المنزل، لقوا مجموعه من الادله قاطعه، وهذه القمه في الغرابه. لقوا الماطله كما صرحت الاخت، لقوا هي ما يخبي هو بشتى الطرق انه يستر المعالم ديال الجريمه، الا انه لقوا الدم ولقوا مجموعه من الامور. طريقه البحث ديالو في جوجل، طريقه البحث ديالو كيفاش يتخلص منها هو باش يرتاح اكثر. هذه الادله كلها توفرت عند هولندا، وهولندا اعتقلته 9 أشهر، عطاتو الصراحة. واش الباسبور ديالو ما تحجزش؟ لماذا؟ ما هي الطرق جد ملتوية اللي يقدر يدخل بها هو من هولندا للمغرب؟ وهذا هو السؤال، لأنه هذه المسؤولية كتحملها هولندا. هذا هو الشق الأول والمهم في الموضوع. مسألة أخرى، إلهام كانت باغا الحياة بسيطة جدا بشهادة ناس مقربين، إلا أن العلامة استفهام اللي سر عند إلهام واش ما كانتش كتعرف بأنه له سوابق قضائية في هذا المجال. قتل، دار هذا الجرم، جا للمغرب، عاش في المغرب هذه المدة. هناك شق مهم قانوني، ليس هناك اتفاقية بين المغرب وهولندا في التسليم المبحوث عنهم. يمكن لكم تدخلوا مشاهدينا الكرام جوجل وتبحثوا على الإطار القانوني في هذا الأمر، تلقوا ما كاينش اتفاقية. هذا شق مهم، لأنه
لو تم تفعيل مجموعة من الأدلة القاطعة في الموضوع في هولندا ما كان ليكون اليوم قد وصل إلى المغرب بهالطريقة هذه. جاب معاه ولده، كبر معاه هنا، العائلة، بعض المعطيات اللي عطاتنا اللي قدر توفر عليها، وكذلك بعض الأمور أخرى اللي بحثنا فيها فيها علامة استفهام. هو حاليا في السجن في المغرب، والعائلة إحدى المنابر تطالب أنه يتم المحاكمة ديالو في المغرب، وهذا شق قانوني فيه نقاش لأن مرتكب الجرم دارو في هولندا. أنا مجموعة من الأمور قلتها، إلا عندك شي سؤال أنا مرحبا. ما عندي حتى شي سؤال. هاد المعلومات اللي قلت كتعرفي ذكرتيني فيهم، لكن الرأي لا بخصنا نكونوا مع صراحة. أنا كصحفي مش تبحث في الموضوع، عطيتك نقاط علاش غنحط الناس في ملغومين، نكون معاهم واضح. له صوابح عدة، وهو سلطوي، وهي هاد المعلومات نتوما كتعرفوها كعائلة نورمالمون، بغيتو في التصريح عطيتو معطيات حطوها مع الرأي العام. تفضلي إلا كان شي إضافة أخرى ما قلتيهاش قولي لي باش نكمل. تفضلي. لا قلتي كلشي. أنا حط في الموضوع. حطي في الموضوع خويا كنشكرك. هادشي صحيح ولا لا؟ هادشي كله صحيح، عنده خمسة البنات وعنده ثلاثة العيالات أخرين قبل، يعني هادشي شنقول لك راه صعيبة باش أنك تذكر شحال من حاجة. إلا بقيتي معايا أنا غنزيدك واحد شق آخر مهم. مشاهدينا الكرام يتنور الرأي العام أكثر في الموضوع. في إحدى التصريحات ديالو في الاعتقال ديالو في هولندا قال بأنه المرحومة خرجت من المنزل، وهذا يشكل القمة في الغرابة لأن تلك القرية في هذيك الظرفية كلها ثلوج، ما كاينش وسائل النقل بتاتا، لدرجة كتوصل الحرارة صفر ناقص عشرة، القمة القمة في البرودة، ما يمكنش ديك السيدة تخرج. والأكثر من ذلك قبل القتل ديالها توصلوا الأمن المسؤولين في هولندا انه رابط اتصال بصديقه ديالها وبالام بشكل مباشر بواحد اللباس ديال المنزل. كيفاش؟ حسب التصريح ديالو هو انه غادي تنتقل من المنزل وتخرج في هذا الجو القارس اللي ناقص عشرة باش تخرج باش تمشي عند صديقه او لاي مكان، وهذه هي القمه في الغرابه. السؤال اللي كيطرح ذاته طبقا القرار اللي خرجت به النيابة العامة في هولندا، ما دامت النيابة العامة طفرت على أدلة قاطعة وقدمتها للقضاء، لماذا لم يتم عليه الحكم إلا في 2019؟ تم الاعتقال ديالو في 2010، بقى عندكم 9 شهور، الأدلة المادية وفق القانون توفرتوا عليها، هذه هي علامة استفهام. ما هي الطرق الملتوية اللي ما خدمتش بها دولة هولندا باش هو يدخل المغرب باش بعد مدة يتم الاعتقال ديالو بهاد كما قالت الأخت في شهر 12؟ لأنه المغرب كيمشي وفق المعطيات. وباش نكونوا واقعيين في الموضوع ونكونوا صرحاء، لنا من الإمكانيات في الأمن المغرب أنه يفك الجريمة، ولكن إذا توفرت عنده هذه المعطيات وإذا كانت عنده صلة سواء في إطار الشراكات اللي كتعلق باتفاقيات، وكذلك إذا عنده معطيات أكيدة. كانت كتهضر معنا في الانترنت بأنها راه يعني راه الجو عندهم الدار كانت مسدودة بالثلج، يعني دارت قالت الكاميرا بأن شوفي يا أمي راه ما كاينش كيفاش تخرجي، راه بغينا شي حاجة كيجيبوها لينا إلا الضرورة شي حاجة مستعجلة. هادشي اللي كاين. وهذيك الليله صافي انقطعت الخبر ديالها. هنا عندكم نتوما طلب واحد يمكن كان هو السبب لاش خرجتوا للاعلام، انك تقولوا ما كرهناش يتحكم في المغرب، صحيح ولا لا؟ يتحكم في المغرب، احنا كنعرفوا بان المغرب يعني قلت لك هذيك الليله اللي اختفت فيها من تما ما بقينا سمعنا حتى شي حاجه عليها. سولتك غير على سبب الخروج ديالكم للاعلام المغربي. نتوما في احدى المنابر تكلمتوا على انه يتحكم في المغرب. لا يعني يتحكم في المغرب، حنا كنقولوا بانه خاصو يقرع، انا كنعرفوا المغرب كيحقق ودغيا المجرم كيعترف بالجريمه ديالو وتيقول فين دار الجثه. هذه هي اللي شرت ليها انا. قلتوا شي سنه انكم طالبوا بهذا الشيء وبهذه الامور توجهوها لهولندا لان الجريمه وقعت عندهم، خديتوه 9 شهور، طلقتوه،
النيابة العامة في هولندا وصلت الأدلة الكافية سواء على مستوى الدم، على مستوى الشعر ديالها مقطع في بيت النعاس، على مستوى المعطلة اللي تكلمتي عليها، مجموعة من الأدلة المادية اللي كتبت الإدانة دياله. لماذا تتملص الدولة الهولندية من المسؤولية في هذا الشأن؟ وهذا هو روح القانون، حتى لا نحملنا المغرب شي حاجة اللي ما دارتش عنده. كتبقى شق تتعلق بالاتفاقية الدولية اللي فيها تبادل المبحوث عنه في نظرك. ما داري الأخويا، احنا ما عندك واحد الأخي اللي سمحت لي في هولندا ما قامش بهذا الإجراء، تيار معلومة تيعرفتها أنه عندك خوك عايش في هولندا، علاش ما قامش بهذا الإجراء تما في هولندا باش 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 يتواصلوا مع المغرب ويسلموهم في إطار اتفاقية في إطار القانون، مجموعة من الخطوات. يعني كتشوف بأنه العائلة كاين شيء ما برود على الملف تما. كاين أخويا ما كاينش اللي غادي يوصلك ولا يوريك أشنو يوصل لهم هادشي اللي بغيتي تقول. علاش اللي ما يحققوش معاه تم، وعلاش هما اللي لقاو جميع الدلائل ما شدوش واعترف بالجريمه؟ ما كاينش. حنا كاين واحد التواصل كتوصل لنا السيده اشنو تيقولوا تما، تيقولوا بانهم مازال خصهم يعرفوا فين دار الجثه. فهمت هادشي اللي كاين اختي؟ شكرا لك، الله يفرج عليكم يا ربي، لأنه هادي أختك الله يجعلها من أهل الجنة. هذا هو اللي غادي نقوله مشاهدينا الكرام، نتنور الرأي العام أكثر في الموضوع. قدرت نعطي مجموعة من النقط في الموضوع اللي بحثت عليهم، ومشكورين بطبيعة الحال كل من ساعدني وساعدني تبيان الحقيقة أكثر في الموضوع. حاليا هو معتقل في المغرب، الأسباب والمسببات، هل هو مرتكب جرم آخر في القانون المغربي اللي غيتحاسب عليه بطبيعة الحال، أم هناك الانتربول دخلات الخط لأنه يتقدم باش يتحكم في هولندا فيما يخص بعض الثغرات في الملف مطروحة بقوة؟ وكذلك جوهر الموضوع هو هذيك 9 شهور اللي دوز في هولندا والنيابة العامة توفرت على أدلة قاطعة، هو تحكم 15 سنة في مارس 2019 حكم غيابي. هذه مسألة قانونية محضة، هو حاليا معتقل. سبب الاعتقال واش هو غيتسلم أم لا؟ مجموعة من النقط فيها علامات استفهام، احنا غنبحثوا أكثر في الموضوع لتنور الرأي العام أكثر. في حالة إلى توصلنا بأي مستجد نضعكم أكثر في الصورة مشاهدينا الكرام. كذلك كنشكر جل المتتبعين جريدة مغارب نيوز فيما يخص فيسبوك على الموضوع مشاهدينا الكرام. تعليق المواطن، شكرا لكم.